يقال أنه في وقت الولادة هو وقت استجابة الدعاء، وإن شاء الله تنقضي حوائجنا في هذه الليلة ببركة مولاتي السيدة زينب، وتنقضي حوائجنا، ولا ننسى خادم أهل البيت أبو عبد الله الحاج عادل بالدعاء في هذه الليلة. نستقبل رادود أحمد جعفر لسرد الولادة. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول. ما نطول عليكم بدون مقدمة، لأن الشباب ما شاء الله في المباراة يعني. كفى بزينب فخرا إنها أخذت علما ومعرفة من خاتم الرسل، كانت كفاطمة في الصبر إذ صبرت، بل قل هي المجتبى في الحلم وان نبلي، أبية كحسين في كرامتها وفي الشجاعة كالإمام علي. أفضل الصلاة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على زينب الكبرى الصديقة الصغرى الزكية الحوراء عقيلة الطالبيين. نشأت زينب بنت أمير المؤمنين في بيت العلم ومهبط الوحي، وعاشت في أحضان أبيها وأمها وجدها النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يروى أن الإمام الحسين عليه السلام كان إذا زارته زينب يقوم إجلالا لها، وكان يجلسها في مكانه ويكفي في جلالة قدرها ما ورد في بعض الأخبار من أنها دخلت على سبط النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخلت على الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن، فوضع الحسين القرآن على الأرض وقام إجلالا لها، وخاطبها الإمام زين العابدين بقوله: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. ويروى أنه في يوم ولادتها جاءت بها الزهراء عليها السلام إلى أبيها أمير المؤمنين وقالت له: سم هذه المولودة. فقال أمير المؤمنين: ما كنت لأسبق النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان النبي في سفر، ولما جاء سأله علي عن اسمها فقال: ما كنت أسبق ربي. فهبط الأمين جبرائيل فقال: سم هذه المولودة زينب. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام لاستقبال أول حفيدة لسيد الأنام النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما عن ولادتها فقد حملتها أمها الزهراء في بطنها 9 أشهر، وكانت لا تجد وجعا ولا ألما. وفي يوم 5 من شهر جمادي الأول شعت الأنوار من دار أمير المؤمنين، وإذا بفاطمة قد وضعت زينب الحوراء أفضل الصلاة.